السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض تونة بالبصل والطماطم. هنحتاج للأكلة ديت علبتين تونة مفتتة، واتنين بصلة وسط مقطعين صغير، وتلات طماطمات كبار أو خمسة صغيرين، اتنين معلقة صلصة كبيرة، والتوابل اللي هنستعملها ملح وفلفل وكمون وزنجبيل، وإذا حابين نزود شطة. هي الأكلة دي بتحب تبقى مشطشطة في الحقيقة، للي حابب الشطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل تونة حلوة ان شاء الله تعجبكم، سريعة جدا وبسيطة وتنفع للفطار ولذيذة قوي. هنعملها بالبصل والطماطم والصلصة، هحط شوية زيت كده. انا بحب استعمل في الاكلة دي التونة المفتتة، لان هو اصلا انا هفتتها، فانا بفضل التونة المفتتة، بتبقى حتتها صغيرة كده وبتبقى لطيفة. حته سمنه كده، لو ما عندكيش سمنه عادي زيت، بس مش هتقول لك اي ماده دهنيه موجوده عندي. هسيبها تسيح كده، ولما تسيح هنزل عليها بالبصل. اهو البصل، دول بصلتين وسط اهو، انا هعمل علبتين. وهرش رشة ملح، الغرض من الرشة دي اللي في الأول بتدبل البصل بسرعة، لسرعة الشغل بس، فايه البصل بيدمل معاكي سريعا. هقلب كده لحد البصلة ما تصفر، وبعدين أنزل عليها بالطماطم. أنا بحب أعمل طماطم وسلطة، الطماطم وصلصة، لأن الطماطم بتدي طعم. ما عندكيش طماطم اعملها صلصة، بس الصلصه بتدي لون، الغرض من الصلصه اللون بس. البصله دبلت معايا بقت كويسه، هنزل عليها بالقوطه. لو عندك قوطه مسبكاها في الفريزر برضو ينفع. اسيبها ايه تاخد وتدي مع بعضها شويه، تبدا للطماطم، وبعدين هحط لها معلقه الصلصه. اهي الطماطم بتاعتي دبلت اهي، هحط عليها معلقتين الصلصه كتير، والغرض من الصلصه اللون بس بالنسبه لي. ماشي، انت ما عندكيش طماطم اعملها كلها صلصه وريحه. اديها تقليبة كده، وبعدين هزودها شوية ميه. انا بعمل الصلصة كده على طول عشان بتتسبك اسرع، يعني لما بزود الصلصة مية بره وبعدين احطها على البصلة او في الاكلة بتقوم تاخد وقت في التسبيك، لكن كده بتتسبك على طول بسرعة. احط شويه ميه عشان الصلصه. وهنا هحط البهارات بتاعتي. طيب، واخد بالي التونه بتاعتي فيها بهارات ولا لا، في تونه بيبقى بملحها، في تونه بيبقى بشطتها، اخد بالي. الاكله دي بتحب الشطه قوي قوي قوي، الناس اللي بتحب الاكل المشطشط. انا بحب الشطه قوي في الحقيقه في الاكله دي. ماشي، هحط حبة صغيرين ملح لأن لسه الملح بتاع التونة، وفلفل وكمون وزنجبيل. الزنجبيل هيعوض الشطة شوية، وممكن أزود الفلفل فيخليها مشعوضة حبتين، على أساس يعني إيه بلاش الشطة بتشطش كتير، أو نحط قرن فلفل صغير كده يعني. هي كده خلاص التسبيكه بتاعتي جاهزه، لانها ايه احط عليها علبتين التونه.
رائعة. هحط التونة بقى، اهي التونة، التونة اللي انا جايباها اهي، بصوا تونة مفتتة في زيت، اللي بالزيت انا بحب احطها في الاكل، اللي بصفيها اللي بتبقى معمولة بمية بملح، فاللي بزيت انا بحب احطها. مش معنى ده ان انا شغلي غلط او شغل غيري هو الغلط، كل دي بتبقى اذواق، في ناس ما بتحبش الزيت الكتير فبتصفي الزيت كده يعني، فهي بتبقى في الغالب اذواق. انا بحب الزيت بتاع التونة جدا فبحط اللي بصفيها اللي بتبقى معمولة بمية بملح، فاللي انا جايباها دي بزيت. معايا علبتين التونة معايا اهم، هبدأ اقلب بقى، ولو احتاجت سنة مية ليها احطها. اهي جميلة جميلة جدا، الاكلة دي فطار رائعة مع شوية عيش كده بقى سخنين، هايلة. هسيبها تاخد وتدي مع نفسها حبة، ممكن ازودها سنة مية اذا حبيت علشان ايه تطرى معايا شوية، بس هي كده انا حاسة انها مش عايزة حاجة. خلاص انا هسيبها تاخد وتدي مع بعضها وادوق الملح بتاعها وحلها. اكلة المفروض تبقى مشطشطة، اكلة هي عايزة شطة. انا مخليه البصله تقرش سنه في الاكل كده، لو حابه تزودي سواها خليها على النار شويه بس ما تسهيش عليها في التقليب، لان هي كده بتعتبر استوت خلاص. خلاص كده الاكله بتاعتنا جاهزه، اطفي العين وهغرفها. كده خلصنا الاكله بتاعتنا النهارده، يا ريت لو الاكله عجبتك ما تنسيش علينا باللايك والشير، ولو اول مره بتشوفينا دوسي زر السبسكرايب وفعلي زر الجرس، واهلا بيكي طبعا بتعليقاتكم، حطي لي لو في اي تعليق او اي سؤال او اي استفسار تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.